السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة إيمان نمر، طبيبة أسنان من مستشفى برجيل الشارقة التخصصي. نبدأ بالتحدث عن المحافظة على الأسنان بالنظافة اليومية للأسنان وكذلك بالمراجعة الدورية لطبيب الأسنان. أما بالنسبة لمعالجة الأسنان فهي عن طريق أولاً تطبيق مادة الفلورايد للأسنان السليمة، بحيث نقوم بتعزيزها وتقويتها ومقاومتها للتسوس. أما بالنسبة للأسنان التي تمت إصابتها بالتسوس فنقوم بمعالجتها بأحدث التقنيات والطرق، إما عن طريق الحشوات السطحية أو علاج الجذور. كذلك نهتم بالوصول مع المريض للثة صحية خالية من الترسبات الكلسية التي تتسبب في التهابات اللثة وصدور رائحة غير جيدة من الفم، وصولاً إلى سقوط الأسنان إذا لم يتم معالجتها. أود أن أنوه أيضاً بالنسبة للمرضى الذين يعانون من تصبغات الأسنان، فلدينا الحل الأمثل معهم بتقنية الزوم وايتنينج لنصل إلى أفضل النتائج المرجوة. أخيراً أنوه بالذكر عن التركيبات، سواء كانت التركيبات التعويضية كالتيجان والجسور أو التركيبات التجميلية كالفينيرز والإيماكس، لنصل معكم إلى أفضل ابتسامة ترضيكم بإذن الله. تحياتي دكتورة إيمان نمر.